جميعا. الله يحييكم جميعا. أبو عبد الله الله يصبحك بالخير. ودي بداية مع بداية هذا الحلقة يعني بكلمة دعوية تذكرنا فيها بالله وتذكرنا بفضائل الأعمال وتذكرنا ما يقربنا عند مولانا عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. وبعد تعرفون أن يقول أهل الدنيا وأهل التجارة عموما إن أغلى البضائع ما خف وزنه وغلى ثمنه. يقول أهل العلم ويقاس على ذلك أعمال خفيفة العمل خفيفة الأداء لا تشق عليك ولا تكلف عليك وأجرها عند الله لا يعلمه إلا هو. يلا صحيح. وقد أجمع العلماء إن أفضل عمل تتقدم به لله ذكره سبحانه. سبحانه. فهو أفضل حتى من مقابلة العدو بالسيوف. حتى في حديث معاذ لو أن تضرب بسيفك في العدو حتى ينحني وينكسر ويختضب دما لكان الذاكر أفضل عند الله. ميزة منه سبحانه. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا ونبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم من أنفاق الذهب والورق الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناكم ويضربوا عناكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. ولهذا سوف أبين لكم بعض الأذكار اللي تعرفونها لكن من باب التذكير وتذكير الأخوة المشاهدين والمشاهدات. قبل أسبوع نشرنا منشور في وسائل التواصل عندي ما ظننت أنه بيبلغ هذا المبلغ. أثار الناس بحاجة ماسة إلى الأذكار وإلى إلى الأعمال الفاضلة الخفيفة التي فيها أجور عظيمة. وذكرنا حول 6 أذكار وصل سبحان الله في المنصة هذه إكس حول 1,700,000 مشاهدة. ما شاء الله تبارك الله. لأن لماذا؟ لأن الناس يريدون ما يقربهم من الله بعمل خفيف لطيف ميسر. أتى بحديث وانظر إلى هذا الفضل من الله سبحانه الكريم سبحانه المنان سبحانه الرحمن الرحيمين سبحان اللي تفضل علينا بهذا العمل. قال عليه الصلاة والسلام من قال في يوم سبحان الله بحمده 100 مرة غفر الذنوب وإن كانت كزبد البحر. متفق عليه. ترى 100 مرة دقيقة ونصف دقيقتين بعضهم قال خدت في دقيقة سبحان الله بحمده. طيب غفر الذنوب وإن كانت كزبد البحر. يقول لا تسأل صغير ولا كبير دعها سماوية تجري على قدر يا سلام. لا تفسدنها برأي منك منكوسي. هذا الحديث يطبق الصباح والمساء. قال من قال سبحان الله بحمده 100 إذا أصبح و100 إذا أمسى غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أما تينا بحديث يقول عليه الصلاة والسلام في رواه أبو داود وابن تيمية حسنه والألباني من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فرا من الزحف. الله الفرار من الزحف من الموبقات. لكنه جمع في الاستغفار هنا والاسم الأعظم والوحداني. قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فرا من الزحف. نأكل الطعام وهو شوف شهوة ولذة ومتعة وتقول بعد ما تأكل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة قال غفر له ما تقدم من ذنبي. الحمد لله. حديث صحيح. تصور أنك تأخذ الوجبة فطور ولا غدا ولا عشاء أو وكل ثم تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة قال غفر له ما تقدم من ذنبي. الحمد لله. نلبس اللباس سواء لباس الثوب الغترة وما يلي ثم تقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة قال غفر له ما تقدم من ذنبي. هذا حديث صحيح أحمد وأبو داود صحيح الألباني وغيره. فهناك أذكار عظيمة وأعمال شريفة يمكن يقوم بها الإنسان وهو في سيارته في مكتبه في المزرعة في الشركة. لا تكلفك وضوء ولا غسل ولا نفقة ماء الحمد لله ولا جهد الحمد لله. ولذلك اختصر كلها لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الله يقول معاذ سألت النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى عنه من أفضل الناس يا رسول الله قال من مات ولسانه رطبا بذكر الله الحمد لله. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والله يفتح على من يشاء من عباده في الأعمال الصالحة أعمال الخير كثيرة الحمد لله. ولذلك على الإنسان ينوع مع الذكر مثل الصدقة. يظن بعض الناس أن الصدقة يحتاج إلى مبلغ مالي كبير وأن الصدقة ليست للأغنياء. ترى يا أخي الماء كوب الماء مثل هذا الغرش أو كذا ترى هي صدقة. امرأة سقت كلبا فدخلت الجنة وهي بغي. ترى كسرة الخبز ترى هي تغذي عند بعض الناس. ترى طعامك أنت اللي تنتهي منه أنت عائلتك الفائض الفائض ترى وجبة لذيذة وعظيمة عند كثير من الناس. رافقت أحد المشايخ بدون ذكر أسماء ونزلنا في الطائف في فندق بنصلح ذاك الوقت أظن في رقبة في شفاعة ناس بينهم قتل وكذا. فلما نزلنا في الفندق صدق أني أنا وياه التقي في الغرفة فنفطر
فياخذ اللي بقي من الفول والعدس والبيض والخبز وينزل في الشارع عند التكاسي. يا سلام. قال تعرف ان طعامنا هذا انه وجبه عظيمه عند هؤلاء، فاذا تغدينا لف الموضوع ونزل به في الشارع. ما شاء الله. قال هذه عادتي في كل فندق ومطعم. ما شاء الله. فلذلك يا اخي سبحان ربي، ترى الناس بحاجه. ومدت اليد هذا، اعرف رجل الله يصبحه بالخير بدون اسماء، هو من الجماعه، وقد يكون يعني لانه هو ما يبغى نذكر اسمه كذا، اكرموه حتى عندنا الاماره في نفس المحافظه. صدق يقول لي واحد من الجماعه سالته قال يده سحة، اني من صغري انا وانا طفل انه ما يلقاك الا يعطيك ما مسواك ولا ريحان ولا رمان ولا رمان ولا تين. يا الله. وبعدين الطيف في جيبه ويطيب الحضور ومتبسم انا مكر وقلبه ابيض. شوف اليوتيوب له مقاطع، يجيب الحب يشتري حب ويروح عند الحمام والطيور في الوادي ينثره. لا اله ويشتري واعطاه الله سبحانه، ويشتري لحم ويروح عند كلاب وقطط ويعطيها. لا اله وعنده وايته، حتى هو عقيم عنده وايت يعبيه الصباح ويروح عند عجايز مجانا يسقيه في الخزان. والمسجد يعبي المساجد، ما زودنا عليكم. عمره الان 90، وانه سبحان الله اعطاه الله من سلامه الصدر، وما حتى امراض ما جاء، لا ضغط ولا سكري ولا شيء. يا سلام. ولذلك من اراد الله سبحانه وتعالى به خير جعله سليم الصدر. ولا باس ان نقول هو الشيخ دحيم بن محمد القرني. ونعم. وقد اكرمه امير عسير حتى سوى له حفل عندنا. صحيح. او هو والمن دربني اول القي كلمه، كنت في المتوسط ولا في اولى ثانوي. وكان هو يلقي كلمات، قال روح معي فاروح معه. قال تكلم انت اليوم. اول تلقيت كلمه فعجبني الوضع ما شاء الله، فصرت احضر كلمات. بعدين قالوا جماعتنا جل خطب انا في المسجد. ما شاء الله ما شاء الله. فهو مبارك. حتى من الطائف ام عبد الله هو اللي عقد، هو يعقد ايضا، وهي معي الله يسلمها وسلم العائله جميعا. الله يخليك. كل ما واجهني قال كيف ام عبد الله؟ قال تراني وثقت يماني. ايوه وثقت الملك. ومزاح ولطيف ومتواضع. حجيت معه مع الوالد، صديق الوالد الله يرحم الوالد ويرحمكم. آمين. جميعا. آمين. يرحم اهلنا واهلكم. فسبحان الله، ترى عمل الخير يا اخي، ترى البسمه صدقه، سمها صدقه، الكلمه الطيبه صدقه. والله يا بعضهم سبحان الله كانه الله كانه ممنوع من الخير، حتى البسمه ما يجود بها. صدقت. ويدور الزعر فين مكانه ويعلق على كل موقف ولا تجد فيه منفعه، كثير الاعتذار حتى ما يجود بالكلمه الطيبه. صدقت. فسبحان الله من يرزق الله بعض التواضع، البسطه، القرب من الناس. وترى عمل الخير سهل من سهله الله عليه، فسأل الله يسهل لنا ولكم عمل الخير. آمين. ويجعلنا محبوبين عنده. آمين. وترى يعود كله الى هذه المضغة الصغيرة، هذه القلب. صدقت. يقول محل نظر الرب، يقول صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ويشير قلبه، قال الا من اتى الله بقلب سليم. الله. وهي انت بيت كل ليلة ما في قلبك احد. صح انه بيزعلك في النهار ناس وبيغضبك احد، وما كل الناس بيجون على كيفنا، لكنك تعفو عن الجميع وتصفح عن الجميع وتسامح الجميع فيعوضك الله. هذا يقول احد العلماء القديم الله يغفر له توفي، قال شوف يكون هذا القلب زلال مثل الماء الزلال. يا سلام. والله انك تنام احسن نومه، وتعفو عن من ظلمك، وتعفو عن من اخطا عليك، وتستقر، وحتى الصحه سبحان الله تستقر. يا سلام. لا يجيك ضغط ولا سكري، وتسلم من الضغط من الجلطات، ويبارك الله في حلالك. فهي الا من اتى هذا القلب انك تعفو وتصفح. والله سبحانه وتعالى يجازي الإنسان بقدر ما فعل، من عفى عن الناس عفى الله عنه، أن تصدر عفوا عاما عند النوم. شوف أنا أذكر في الشرق الأوسط لي مقال اسمه العفو العام، موجود إذا في جوجل إذا كتبت العفو العام. إني ما أنسى كنت أكتب كل خميس، وكان المشرف على جريدة الشرق الأوسط أحمد ابن الملك سلمان. الله يغفر لأحمد ويثبت ملكنا ويحفظه. وأقعد يمكن الساعة 11 قبل الظهر، أنا كنت في مكة، أنا أكتب في الرياض، لكني رحت إلى الجوال اتصل، قالوا كلم الملك سلمان، كان أمير الرياض، كلمته قال أنا قرأت كتاب مقالك اليوم العفو العام، وأشرك أني أنا أحرص أني أطبق هذا الحديث، أنك تنام وما في قلبك أحد. الله. ذكرت في المقال كيف أن عفى الصالحين. أبو بكر الصديق سبه رجل، قال والله أني سبك سب غضب، مع تعرف بعض الأعراب يدخل معك قبرك. قال أبو بكر الا يدخل معك قبرك ولا يدخل معي انا. الله المستعان. وقال وسب احد احد، قال ابو بكر ان كنت صادقا فغفر الله لك، ان كنت صادقا فغفر الله لي، وان كنت كاذبا فغفر الله لك. يا سلام.
فسبحان ربي إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لذلك الإنسان عليه يستغفر المؤمنين والمؤمنات. يقول بعض العلماء الشراح من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، هذا حديث راح حسنه الألباني، كتب الله لكل مسلم كل مسلم ومسلمة حسنة، وجازاك الله بالعفو في قلبك والمعافاة الدائمة. فصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأسأل الله يتقبل منه ومنكم ويغفر لنا ولكم ويجعلنا وياكم من عباد الصالحين. آمين. سامحونا. الله يبيض وجهك أبو عبد الله. والحقيقة ذكرتني